شعلات بارده الله الله الغيزه والقلاده معنا. وين درجه الحراره دابا في مكناه شحال تقدر تكون العاديه دابا؟ دابا لا لا برا قبيلة 41 هنايا 36 هذا الحيط هذا ديالو غادي يبان لك السماء ديالو اللي درت تضرب ما تحتها هي وتعاود المسجد كامل درب بن بن عبو بن عبو درب السي محمد الوردي هذا جمع الزيتون جمع الزيتون تا هو ترمم الله اللي وقع هذه الكارثه ديال اللي بداو داروا على عمص ديال هاد السمعه هادي حيت كانت مودده وكملوا ورموها من داخل الواد هذا العمليه ديال ترميم ولا حتى الاراضي حتى الارض عاودوها كامله دابا حتى في تقريبا المدن ديال المغرب كامله هذا رخيصه بالطنجيات هذا فرماتي كيجيبوا لي جرد الحبوب كتعاود كترمم شادين هذا بقى ولكن كان ملوع كانت هملت كانت هذا بس بحال الله العظيم كاين الماء تما كاين كل شيء زعما كانت خاصها تكون خرجوا عليها هذيك راه حديقه تاريخيه قديمه هذه الله يلاح مطعم تقليدي الزيتون عندنا هاد لابارتي كلشي زيتون فكرة تلقى شمرة الحق هادي كتدي الحبول ها قدرت ندير رياض قسطاني معروف رياض قسطاني ديما هاد السميه هادي من هنا لازم نمشي ليا الباب بعيد خاطر هادي كتدي الباب بعيد مسجد الزرقاء وهادي تاني تخرجنا لجهه قبه السوق غايان ميت سخون سخون لبرد عادي لا ما بيش بالله هي الصدقة الجارية بصح ياك او كلهم ها كلهم
هذه الزرع القديمه. حنا نطبق بالعين ونطبق بالسق. نتبردوا هنا احسن. الله يلا هنا تبرد. الناس شحال هذيك اللي كيعرفوا كيتعاملوا مع حتى الهندسه ديالهم. شوف 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 شحال فونتيلاسيون هنايا. الجو بارد في مره. هذا شنو داير؟ كنحكم هذا ديال شي دار. صافي صافي بقى غير بقى على السقايه اللي وريتك هي العنان. اييه راجع داك النهار القهوة هادي خصها ترمي قالت فيها هادي ماشي ترمي هنا كاين شو البنات هاي كيداير بها حضرتك هاي داك الطوب اللي كيدير في البراد اللي كيداير كلها مبان من بعد قوة ها